من في تنفيذها يرفعها في القائمة الثانية بعيدة تماما من هنالك بالراس وجول بالراس وجول رامي بن سبعين ياس الشباك ويفك العقدة ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة العشرين. يا سلام عليك يا رامي، جاء من بعيد الكرة وقعت أمامه حطها في الشباك جول. هذا هو الهدف المنتظر والمرتقب الذي سيفك شفرة هذه المباراة. نعم يا رامي في المكان المناسب يسجل هدفه الثاني مع منتخب بلاده، هدف مقابل صفر بعد 20 دقيقة لعب. يهتز ملعب مصطفى تشاكر رغم الصعوبة التي وجدها المنتخب في بناء لعبه. الركنية من رياض في القائمة الثانية، رجعت الكرة بالرأس من هنالك من بنزية حطها براعة بغداد كان هنالك، ورامي جاء من هنا وسجل الجول. هدف مقابل صفر للمنتخب الجزائري أمام بنين. ياسين إبراهيمي يلعب مع سفيان فغولي، ليس هناك وضع تسلل، بغداد راح دخل، بغداد يواصل وبغداد وجول. جاء المنقذ من بغداد إلى البوليدة وسجل جول. هدف ثاني من بغداد بونجاح، انفرد لأول مرة، انطلق خرج وجها لوجه مع الحارس وسجل ببراعة أمام حراس المرمى في المساحات الضيقة. يعرف ماذا يفعل بغداد بونجاح ويصنع الفارق. نعم أنقذتنا يا بغداد بونجاح من ورطة ومن ظروف صعبة ومن وضعية صعبة، وسجلت الهدف الثاني للمنتخب الجزائري بعد هذه الانفرادة وهذا الانطلاق. بغداد بونجاح يسجل هدفه السادس في 17 مباراة أمام الحارس، حطها في الزاوية اليسرى ببراعة برجله اليمنى. يا بغداد كم أنت رائع أمام حراس المرمى. يا بونجاح مش عارف كيف الحكم لم يصفر عليك هنا خطأ أو وضع تسلل، والله مش عارف. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة. هاي اللعبة هنا ياسين إبراهيمي وسفيان بغولي فغولي بالراس. بغداد هذه المرة أعتقد مش عارف بأنه هرب لهم من وراء التسلل.